انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة اليوم ستكون مميزة وفريدة من نوعها، حيث سأحدثكم عن رجل غير مسار حياتي وجعلني أترك النصرانية. هذا الرجل لم يكن عالما أزهريا ولا خطيبا في المساجد، بل كان مجرد بائع كتب، ومع ذلك أصبح من أشهر دعاة الإسلام في العالم. نتحدث اليوم عن الداعية الكبير حسين ديدات من جنوب أفريقيا. أستاذ أحمد ديدات الداعي الإسلامي المعروف. Our speaker tonight أحمد ديدات. في عالم الدعوة والمناظرات يبرز اسم أحمد ديدات كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ الحديث. إنه الرجل الذي تحدى القساوسة والمبشرين وألهم أجيالا من المسلمين للوقوف بقوة وحجة أمام المشككين. ولد أحمد ديدات في تاك كيشوار فار بإقليم سرات بالهند لأبوين مسلمين، حسين كاظم ديدات وزوجته فاطمة. هاجر إلى جنوب أفريقيا عام 1927 ميلاديا ليلتحق بوالده الذي يعمل بالزراعة وأمه تعاونه، ومكث 9 سنوات. ثم انتقل والده إلى جنوب أفريقيا. نشأ ديدات على منهج أهل السنة والجماعة منذ نعومة أظافره، فقد التحق بالدراسة بالمركز الإسلامي في ديربن لتعلم القرآن وعلوم وأحكام الشريعة الإسلامية. بدأ دراسته في 10 من عمره، وفي عام 1934 أكمل ديدات المرحلة 6 الابتدائية، ثم قرر أن يعمل لمساعدة والده وانتقل للعمل في مصنع للأساس وأمضى به 12 عاما. صعد ديدات سلم الوظيفة في هذا المصنع من سائق إلى بائع ثم إلى مدير المصنع. وفي أثناء ذلك التحق الشيخ بالكلية الفنية السلطانية كما كانت تسمى في ذلك الوقت، ودرس بها الرياضيات وإدارة الأعمال. تزوج أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتا. أثناء عمله كبائع للكتب لفت انتباهه العديد من الأسئلة التي كان يطرحها المسيحيون في جنوب أفريقيا على المسلمين. بدأت تلك الأسئلة تحرك في داخله الرغبة في البحث والتعلم أكثر عن الإسلام والديانات الأخرى ليرد على تلك الاستفسارات. اشتهر أحمد ديدات بمناظراته مع كبار القساوسة والمبشرين المسيحيين. كانت مناظراته مبنية على حقائق ومعلومات دقيقة، وبأسلوبه الجريء والقوي استطاع أن يلجم العديد من المعارضين. مناظرة مع القس جيمس وجارد، المكان الولايات المتحدة الأمريكية، العنوان هل الإنجيل كلمة الله؟ في هذه المناظرة دافع أحمد ديدات عن موقف الإسلام من الكتاب المقدس مشككا في صحة الإنجيل كمصدر إلهي. قدم ديدات أدلة على التناقضات والتحريفات في النصوص الإنجيلية، وأوضح كيف أن بعض هذه النصوص قد تكون قديمة أو تم تعديلها عبر الزمن. كانت هذه المناظرة هي نقطة انطلاقي في التفكير وترك النصرانية، حيث كانت أول مناظرة أشاهدها وأنا في النصرانية، وكانت سببا في إعادة تفكيري في عقيدتي.
برأيي أن أهم مناظرة كانت للشيخ هي مناظرته مع جيمي سويغارت. جيمي سويغارت الذي كان يظهر على ما يقرب من 100 قناة فضائية وهو يتحدث إلى المسيحيين في مختلف أنحاء العالم. وقف أمام الشيخ صغيرا وانكشف أمره وظهر أنه ليس على شيء. مناظرة أحمد ديدات مع الدكتور فلويد كلارك. العنوان: هل صلب المسيح أم لا؟ المكان: لندن إنجلترا. تركزت المناظرة على مسألة ما إذا كان المسيح قد صلب كما يعتقد المسيحيون، أو إذا كان هناك تفسير آخر لهذا الحدث من وجهة نظر إسلامية. مناظرة أحمد ديدات مع أنيش رش. العنوان: القرآن أم الإنجيل، أيهما كلام الله؟ المكان: قاعة برمنغهام إنجلترا. تناولت المناظرة المقارنة بين القرآن والإنجيل، حيث ناقش أحمد ديدات مع أنيش رش مسألة ما إذا كان القرآن أم الإنجيل هو كلمة الله. كانت مناظرات أحمد ديدات تتميز بالأسلوب المنطقي والبحثي، مما جعله شخصية بارزة في مجال الحوار بين الأديان. لم يقتصر تأثير أحمد ديدات على جنوب أفريقيا فقط، بل امتد تأثيره إلى العالم الإسلامي بأسره. أسس ديدات العديد من المؤسسات والمراكز الإسلامية التي تهدف إلى نشر الدعوة وتعليم المسلمين كيفية الدفاع عن دينهم بالحوار. أهم المؤسسات والمراكز الإسلامية التي أسسها: 1. معهد السلام الدولي للدعوة الإسلامية، تأسس عام 1959، وكان الهدف منه تقديم دورات تدريبية للمسلمين لتعليمهم كيفية الرد على المسيحيين وتزويدهم بالمعرفة الدينية الضرورية. 2. مركز الدعوة الإسلامي الدولي، كان هذا المركز في قلب أنشطة أحمد ديدات الدعوية، حيث استضاف العديد من الفعاليات والمحاضرات والدورات التي كانت تهدف إلى تعليم المسلمين كيفية مواجهة التحديات التي يواجهونها من خلال الحوار والمناظرات. إلى جانب مناظراته الشهيرة، كان أحمد ديدات كاتباً غزير الإنتاج، وترك ورائه العديد من المؤلفات التي أثرت في الفكر الإسلامي ودفعت العديد من المسلمين للتفكير والبحث في عقيدتهم. من أبرز مؤلفاته: 1. هل الكتاب المقدس كلام الله؟ يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل العديد من المواضيع التي تدور حول مدى مصداقية الكتاب المقدس، معتمدا على النصوص والمراجع المسيحية ذاتها. 2. مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء. في هذا الكتاب يناقش ديدات قضية صلب المسيح من منظور إسلامي، معتمدا على أدلة من الإنجيل نفسه. 3. العرب وإسرائيل، صراع أم تسوية. في هذا الكتاب يناقش ديدات الصراع العربي الإسرائيلي من منظور إسلامي، متناولا جذور هذا الصراع وتأثيره على العالم الإسلامي. 4. ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحاول ديدات في هذا الكتاب إثبات أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تم التنبؤ به في الكتب المقدسة السابقة. تلك المناظرات والمؤلفات كانت أكثر من مجرد حوارات دينية، كانت بمثابة معارك فكرية أظهرت للعالم أجمع قوة الإسلام والمنطق الذي يستند عليه. بفضل هذه المناظرات استطاع أحمد ديدات أن يترك أثرا لا يمحى في عالم الدعوة، ويلهم جيلا جديدا من الدعاة الذين استلهموا منه قوة الحجة وجراءة الطرح. بالنسبة لي، كانت تلك المناظرات السبب الرئيسي في إعادة تفكيري في العقيدة المسيحية والبحث عن الحقيقة، وهو ما قادني في نهاية المطاف إلى الإسلام. في عام 1996 تعرض ديدات لجلطة دماغية جعلته مشلولا وغير قادر على الكلام، لكن هذه المحنة لم تضعف من عزيمته أو تقيده. استمر إرثه الدعوي في الانتشار عبر كتبه ومحاضراته المصورة حتى وفاته المنية في 8 أغسطس 2005. برحيله فقد العالم الإسلامي داعية فزة، لكنه ترك ورائه إرثا لا يزال يلهم الملايين. رحم الله أحمد ديدات وأسكنه فسيح جناته.
نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإذا كان لديكم أي استفسارات أو تعليقات لا تترددوا في مشاركتها معنا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.